السلام عليكم شباب، معاكم أيمن المهندس وفيديو جديد. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. درسنا اليوم راح نتعرف على شيء جدا مهم، وهو شنو معنى الكاش، شنو معنى السي بي يو البروسيسر، شنو معنى الميموري، وليش لازم تصير توافقات بيناتهم. يعني ليش لازم هذا مثلا 4 جيجا او 8 جيجا حتى يكون افضل؟ ليش الكاش؟ شنو ليش يسموه كاش؟ ليش هذا مثلا الكاش مالته اقوى؟ شنو معناته هذه؟ راح نشوفن بالتفاصيل، اسهل لكم اياها. طبعا هي اكثر تعقيد من هذه المسألة، لكن انا راح اسهل لكم اياها حتى تفتهموها قدر الامكان. نجي نشوف الصورة الاولى، العلاقة بين السنوات. شوف هسه 1980 بدأ عالم الحاسبات بالطفرات الحقيقية والعمل الحقيقي بال 1980، واضح هذه السنوات قدامك لحد 2010. طبعا اكل لحد 2016 او 18، لكن الصورة مو واضحة، مجرد الفكرة. اعتقد الفكرة واضحة. هذا المخطط هو العلاقة بين السنوات والاداء. اداء شنو؟ اداء الميموري الرام، هذا شوفه، هذا الوردي، هذا البينك الوردي، هذا هو الميموري، اداء الميموري. وهذا الازرق هذا اداء البروسيسر، واضح؟ البروسيسر خلال كل سنة تشوف اكو فرق بين الاداء البيرفورمانس بالنسبة للسي بي يو البروسيسر والميموري، واضح الفرق؟ الجاب جدا واضح بين الميموري والبروسيسر. شنو معناته؟ معناته يعني العلماء والأساتذة بعض الأحيان يضربون مثال بسيط حتى الناس تفهم هذا الشيء. مثلا يقولون الأم وبتها، أو الخباز والخادم مالته أو الصانع مالته. يعني الخباز ايش يحتاج؟ يحتاج واحد يشنقله، صح؟ الخباز جدا سريع، السي بي يو سريع، والشناق اللي يسوي الشنق مال العجين بطيء. فايش يسوي الخباز؟ الخباز ينتظر لحد ما الشنقة تجهز حتى يخبزها، صح؟ زين، اذا هذا سريع، اذا السي بي يو سريع والميموري بطيء، الخباز ايش راح يسوي؟ الخباز عنده طاقة، لكن صاحبه ما قاعد يساعده حتى ينتج انتاج اعلى، حتى يطلع مخرجات اسرع. فش فكروا فتشي وسطي، فتشي مساعد بيناتهم، لان هذه المشكلة دائمة ما لقوا لها حل. لحد الان اكو دراسات انه يجمعون بين الميموري والسي بي يو، لكن التكلفة جدا عالية، والاداء قياسا بهذه الاستراتيجية الان المعمول بها جدا ضعيفة، واضح؟ اقترحوا فتشي سموه الكاش، واضح؟ اذا الكاش هو عبارة عن ميموري لكن سعتها اصغر لكن سريعة، سعتها صغيرة قياسا بالميموري، تعمل نفس عمل اداء الميموري. حلقة وصل، الكاش حلقة وصل، هي ميموري، هي ذاكرة قراءة، حلقة وصل بين الميموري الرام مع البروسيسر. سموها الكاش، او بعض الاحيان يطلقون عليها الدي رام، واضح؟ هسه عرفنا شنو الكاش. الكاش هو هذا مكانه.
لو نشوف الصورة الثانية راح نشوف السي بي يو، سي بي يو والكاش. الكاش ليش سي بي يو كاش؟ لأنه الكاش يتكون على الأقل من 2 ليفل، تشوفون L1 L2 L3 L1 L2 L3. كل وحدة إلها حجمها، يعني مثلا نشوف هذه الحاسبة، نروح على البيرفورمنس، نروح على الميموري، سوري سي بي يو، لانه الكاش ضمن السي بي يو، الكاش ضمن السي بي يو. يعني شوف هسه هذا L1 كاش 128 كيلو بايت، L2 كاش 512 كيلو بايت، L3 كاش 3 ميجا بايت. واضح؟ قياسا بالميموري، الميموري شقد؟ شقد الميموري؟ الميموري 4 جيجا بايت، 4 جيجا بايت، 4 جيجا بايت. الميموري مالتنا 4 جيجا بايت، هذا 4 جيجا بايت DDR3. واضح؟ سي بي يو على الكاشات. هسه عرفنا شنو الكاش؟ زين. لو نشوف هاي الصورة راح نشوف هذا المثلث الهرمي، هذه كل ما كان الجزء صغير كل ما كان سريع. يعني السي بي يو هو أسرع جزء، ويسموه قلب الحاسبة السي بي يو. بعدين يجي الكاش ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3. بعدين يجي الميموري. واضح؟ وأقسام كثيرة بالميموري، تكون طبعا من جزئين، حقيقي وتخيلي. بعد ذلك حلقة الوصل الأخيرة اللي هي الهارد درايف. واضح؟ إلى آخره من الكومبوننت. لو تشوف بهذه الصورة العلاقة جدا واضحة بين الكاش وبين المين ميموري والسي بي يو. واضح؟ في السابق كان كاش واحد، لكن الآن 3 ليفل حتى تتمكن الحاسب من التوافقية والانسيابية بعمل البرامج وعدم التلكؤ. إذا أعجبكم الدرس لا تنسون الاشتراك، ونشوفكم في فيديو ثاني ودرس جديد ومعلومات جديدة. مع السلامة.